بين الفريقين في الدمام قبل هذه المباراة، وبعد ذلك نتحدث عن هذه المواجهة التي تبقى بالتعادل السلبي بدون أهداف. والسلبية كان ممكن تنتهي مع كرة صالح الشهري الماضية، لكن التألق والتصدي جاء من عامر شفيع، منع الهلال من التقدم في شوط المباراة الثاني بكرة من صالح الشهري ممتازة تعامل معها بشكل رائع صالح الشهري، وردة فعل عالية من عامر شفيع يمنع من خلالها الهلال من أن يتقدم في شوط المباراة الأول. شوف الكرة مرة أخرى العرضية ثم كرة صالح الشهري اللي تصدى له عامر شفيع، والتأكد الآن من تقنية الفار ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت خط المرمى أو تمكن منها عامر شفيع، على ما يبدو أنها لم تتجاوز خط المرمى، وبالتالي اللعب يستأنف الآن من حكم المباراة. الكرة ملعوبة لصالح الهلال باتجاه عبد الله المعيوف. معيوف عبد الله المعيوف، وين الكرة من كوير؟ المحاولة إلى كنو يرسل كرة في الجهات اليمين إلى محمد البريك مع كرة في الجهات اليمنى ملعوبة إلى محمد كانو مرة أخرى يمرر كرة في وسط الميدان، الكرة بدائرة الوسط الهلال بتمريرة مقطوعة عادت لصالح الأرسينيو مارتينيز، والكرة هذه المرة من نيلتو يلعبها على الجهات اليسار إلى سامويل عنده كرة في اليسار، سامويل سيطر على كرة، سامويل يدور على زميل يلعب الكرة في الخلف إلى نيلتو أرسل كرة في منطقة الجزاء، الكرة مقطوعة عادت لصالح الهلال، محاول الهلال والسقوط والمخالفة ركلة حرة مباشرة وبطاقة صفراء تذهب إلى مصلحة نيلتو في هذه اللحظة. البطاقة من حكم المباراة السيد أندرياس إكبيرغ الذي أشار ببطاقة صفراء لنيلتو بعد تدخل الأخير مع محمد كنو في الكرة الماضية، وبالتالي الآن نتحدث عن ركلة حرة مباشرة للهلال تأتي مع الدقيقة السادسة في شوط المباراة الثاني. 6 دقائق من شوط المباراة الثاني، أكثر من 5 دقائق، الهلال كان قريب جدا من أن يتقدم عبر هذه الكرة لصالح الشهري. العرضية كانت رائعة من كاريو، والتعامل كان رائع جدا من صالح الشهري، تعامل مثالي من صالح مع الكرة الماضية. صالح الشهري تسديد كان قريب جدا مع باتجاه إدواردو حاول في كرة، وكرة إدواردو مقطوعة لتعود مرة أخرى من جانب الفيحة على الجهات اليمنى لتعود الكرة أرسينيو ومحاولة تسديد، لكن الكرة مرت من أمام المعيوف إلى خارج أرضية الملعب. فيان ويفا المايسترو حاول في كرة وتسديد من فيان ويفا وصل إلى خارج أرضية الملعب. قلت أنه فيان ويفا في 3 مباريات ساهم في 3 أهداف إلى جانب الفيحة، سجل هدفين وصنع هدف، وفي المباراة الرابعة كاد كاريو دور على زميل كاريو في منطقة العمق، كاريو هذه المرة في اختبار العمق يفشل، وهو الذي ينجح دائما عبر الأطراف. الكرة ملعوبة للهلال في منطقة الجزاء، المحاول لإدواردو يلعب لصالح الشهري، الله على المرور، والكرة بعد تسديدة وهدف أول للهلال، جول أول للزعيم الهلال، يسجل هدف أول في شوط المباراة الثاني عبر محمد البريك بعد كرة رائعة من صالح الشهري. الهلال لا يغيب في حضور صالح الشهري. صالح الشهري علامة من علامات الهلال، صالح الشهري الذي لعب كرة باتجاه محمد البريك، والبريك يسجل الهدف الأول في المباراة. الهلال يتقدم بهدف مقابل لا شيء، والرقصة الجماعية